كثير جدا لو تسأل المسلمون ما هي أهم مبادئ الإسلام وقيمه وكذا يذكر لك أركان ما يسمى أركان الإسلام طيب أين أين العدل فيها أين التقوى فيها أين الشكر فيها غايات كثيرة ذكرها الله في القرآن أين هي ينبغي أن تفهم هذه فهما خاصا يوازن بين الأحاديث ويرجع قبل ذلك القرآن الكريم وهذا موضوع موضوع كبير احياء فالقصد ان نقول ان الكفر انه لا تظنون اننا ناجون عندما تاتي ايات عن الامم السابقه بانهم كفروا برسلهم لا تظنون انهم كفروا ان ان الكفر الموصوف هو كفر كلي قد يكون كثير منه كفر نسبي ككفر كثير من المسلمين نسبيا طبعا هذا بالمناسبه لا يسمى تكفيرا انتبهوا نحن نحكم لكل من قال لا اله الا الله ولو كاذبا بحقوق المسلمين. لأن النبي كان يحكم للمنافقين بحقوق المسلمين اذا قالوا لا اله الا الله ولو كاذبين. لهم حقوق التزاوج والتوارث والغزو والفيء والصلاة مع المسلمين كل الحقوق. ففرقوا عندما نحذر بوجود كفر باطن، بوجود شرك خفي، فرقوا بيننا بين بين هذا وبين الذين يرون انه يستباح من كان على غير ديننا او على غير مذهبنا او من كفر او من اشرك او من ارتد يستباح. لا نحن منهجنا اخر بمعنى نحذر انفسنا قبل الاخرين باننا قد لا نخلو من شرك او كفر او نفاق ولكن لا نستبيح ونحذر الاخرين نفس الشيء بانه قد يكون فيهم شرك وكفر ونفاق. الاخرين يقصد كل شيء ما سواك. من تيارات من مذاهب من كذا انا مثلا مذهبي المذهب الفلاني ابدأ بنفسي انا لا لا ازكي نفسي من وجود شيء من الكفر او الشرك او النفاق واسال الله ان يعينني عليه واذا رايت في الاخر اشياء من هذا لا استبيح دمه بها يبقى له اسم الاسلام ولو كان كاذبا كما في حديث اسامه ماذا تفعل بلا اله الا الله؟ قال كان يريد ان ينجو بها يعني ف حديث اسامه المشهور فقال أن أنا لم أمر أن أشقق عن قلوب الناس يعني مأمور ما بيأخذ بالظاهر فقط لكن هل الأخذ بالظاهر القرآن لما أخذ المنافقين بالظاهر وأعطاهم الحقوق هل توقف أنه ما نقد دواخلهم من الكفر ببعض الكتاب من حب أعداء المسلمين من التحالف معهم من الإستراب المودة أبدا الله أمر رسوله أن يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا ولكن لهم الحقوق حقوقهم موجوده والنقد موجود تمام هذا هو الذي وهذا بالمناسبه اقرب الناس لهذه السيره المجتمعات الغربيه اليوم المجتمعات الغربيه قد يصف الفريق الاخر بانه يعني سيء الفكر سيء المنهج منهجه سيء لكن يبقى مساله القانون تبقى هي الفارضه والحقوق الدنيويه تبقى متساويه او تبقى هي مفعلة